بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الحصة الثامنة، فصل خليط متجانس من الوحدة الثالثة اللي كتعلق بالخلائط والذوبان. الهدف من هذا الدرس هو أنني نكون قادر على توظيف التقنية المناسبة لفصل خليط متجانس، ونتعرف كذلك على هذه الأنواع أو هذه التقنيات اللي غادي تمكنني من أنني نفصل مكونات خليط متجانس. بالنسبة للخلائط المتجانسة أو الخليط المتجانس، كما عرفناه في الدروس السابقة، هو خليط لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجردة، يعني ما يمكن ليش نفرق ما بين المكونات ديالو غير بعيني، مفهوم؟ إذن كما دائما غادي نبداو بصورة الانطلاق وكذلك بالوضعية. إذن هنايا عندنا واحد الكأس به ماء وملح، مفهوم؟ إذن وضعت سعاد كمية من الملح في الماء وحركت الخليط إلى أن ذاب الملح كليا، ثم طلبت مني المساعدة لاستخراج الملح من الخليط. إذن هاد سعاد شنو دارت؟ جابت واحد الكأس ديال الماء ودارت فيه واحد الكمية معينة من الملح، وبدات كتحرك، حركات مزيان، إلى أن لاحظت بأن ذلك الملح ذاب كليا في الماء، يعني ما بقاش نهائيا ديك الملح، داك الملح ذاب كامل، مفهوم؟ ثم طلبت مني المساعدة لاستخراج الملح من الخليط. إذا من بعد طلبات من خاها أو لا من اختها أو لا من كذا، طلبات منه كيفاش غادي نفصلوا الآن أو لا نستخرجوا داك الملح اللي خلطتوه في داك الماء، كيفاش غادي نستخرجوا أو لا كيفاش غادي نرجعوا على شكل حبيبات ديال الملح. إذا في نظركم، انطلاقا من هذه الصورة ديال الانطلاق وكذلك من الوضعية، شنو هو سؤال تقصي اللي غادي يجي مع هذه الوضعية؟ إذا السؤال ديال التقصي غادي نكتبوه هنايا كما طلبتوا انتم مني أنني نولي نكتبوا سؤال التقصي. إذا سؤال التقصي هو كيف يمكن فصل مكونات خليط متجانس؟ خليط متجانس. إذا في الفيديو السابق تعرفنا على كيفية فصل مكونات خليط غير متجانس، وفي هذه الحصة غادي نتعرفوا على كيف يمكن فصل مكونات خليط متجانس، مفهوم؟ بالنسبة للفرضيات، دونك الافتراضات، نديروا أول حاجة، أفترض أن التبخر عامل مؤثر في فصل مكونات خليط متجانس. مثلا، أفترض أن التكاثف يمكنه أو يمكن من فصل مكونات خليط متجانس. فهم؟ إذا باش نتأكدوا من هاد الصحة ديال الفرضيات، غادي نديرو الأنشطة المبينة في أتحقق، الأنشطة المبينة في الصفحة 42، مفهوم؟ أولا، أضع كمية من ماء البحر أو ماء مالح في إناء، ثم أسخنه ببطء بواسطة موقد غازي. الصورة رقم واحد كتوضح بأنه درنا في واحد الإناء ماء البحر، الماء ديال البحر، درناه في هذا الإناء وسخناه ببطء، مفهوم؟ بواسطة موقد غازي حتى يختفي الماء. هذه نهاية التجربة، دونك كتبين لي هذا الإناء فقط فيه غير الملح، داك الماء اختفى الماء. إذا في نظركم ماذا حصل للماء؟ شنو وقع عند داك الماء اللي كان في هذا الإناء؟ تحول الماء إلى ماذا؟ إلى بخار، داك الماء اللي كان هنايا في الإناء مع الملح، لأنه ماء مالح، ماء ديال البحر كيكون ماء مالح، بفعل التسخين تبخر، إذا تحول إلى بخار، يسمى هذا التحول. إذا هذا التحول شنو كيتسمى؟ كيتسمى تبخر، التبخر، دونك هي عملية التبخر، مفهوم؟ تبخر الماء. ماذا بقي في الإناء؟ إذا شنو بقى في هذا الإناء؟ إذا ماذا بقي في الإناء بعد تبخر الماء بكامله؟ شنو بقى في هذا الإناء من بعد ما تبخر الماء كامل؟ إذا بقى، بقي الملح في الإناء. بقي الملح، إذا بقى هنايا بقى لنا فقط الملح مترسب تما في ذاك الإناء. مروا إلى ثانيا، التجربة الثانية، أضع ماء مالحا في إناء ثم أسخنه بواسطة موقد. غادي نديرو واحد الماء مالح في واحد الإناء وغنسخنو. أعرض مقلاة للبخار عند ظهوره وأفسر ما يحدث. ثم غادي نعرض واحد المقلاة للبخار،
منين نشوف البخار بدا يطلع غادي نعرض المقلاة، ثم أجمع قطرات الماء المتكونة في كأس كما في الشكل 3، ثم داك الماء اللي غادي يهود غادي يبقاو يهودوا داك قطرات من الماء من داك المقلاة اللي عرضتها غادي يبداو يهودوه هنا في هذا الكأس. داكوغ، اطفئ الموقد عند الحصول على كمية من الماء في الكأس. من بعد غادي نطفي هذا الموقد، منين غادي نعمر هذا الكأس. عند انخفاض درجة حرارة الماء في الإناء والكأس أقارن مذاقي السائلين. إذا من بعد ما غادي هنا غادي يكون عندنا ماء، غادي يبقى لنا هنا ماء، داكوغ، غادي يبقى لنا ماء غادي نسينو حتى يبرد، وهنا كذلك هذا الماء هذا غادي يكون سخون غادي نسينو حتى يبرد، وغادي نذوقو من هنايا وغادي نذوقو من هنا، ثم سأقارن المذاقين، المذاق ديال هذا ومع المذاق ديال هذا، مفهوم؟ وماذا أستنتج؟ إذا ذقت هذا الماء هذا غادي تبين لي بأنه ماء مالح، مفهوم؟ لأنه ماء مالح هنا، داكوغ، إذا مالح، وهنايا في هذا الكأس هذا غادي يكون ماء عذب. داكوغ، ماء عذب بحال الماء اللي كنشربو، داكوغ، ما غادي يكونش مالح، مفهوم؟ إذا أستنتج أنه يمكن فصل مكونات ماذا؟ مكونات خليط متجانس، يعني يمكن لي نفصل مكونات ديال واحد الخليط متجانس بماذا؟ بعملية أو باستعمال تقنية التكاثف. التكاثف يعني درنا شنو درنا دابا؟ درنا التكاثف بفعل هذه المقلات، بداو كيطيحوا لي قطرات ديال الماء، وهذا الماء اللي في الكأس هنايا ماء عذب، مفهوم؟ ماء عذب يعني ماء صالح للشرب، مفهوم؟ الآن غادي نمروا إلى الملخص. أستخلص، بواسطة تقنيتي التبخر والتكاثف نفصل مكونات خليط متجانس. إذا باش نفصل واحد المكونات ديال واحد الخليط عندي متجانس يمكن ليش نفرق ما بين المكونات ديالو، شنو غادي ندير؟ غادي نستعمل التقنيتين ديال التبخر وديال التكاثف وغادي نفصل ما بين المكونات ديالو، فنحصل على الأجسام الصلبة الذائبة في السائل. مثلا عندي السكر والماء، غادي نحصل على السكر في إناء، وفي كأس غادي نحصل على ماء. مثلا عندي سائل اللي هو الماء وعندي الملح، غادي نحصل على ملح هنا، وفي الكأس غادي نحصل على الماء، مفهوم؟ اذا غادي نحصل على الاجسام الصلبه الذائبه في السائل. دونك ليفابوراسيون اللي هي التبخر، اي لا كوندونساسيون اللي هي التكاثف، سون دي تكنيك كي بيرميت دو سيباري لي كونستيتيون دان ميلونج هوموجين. هما تقنيتين كيمكنونا من ماذا؟ دو سيباري يعني دو فصل مكونات خليط متجانس ميلانج هوموجين، سو كي بيرمي دوبتونيغ لي كور سولوبل دون لو ليكيد. ثم نحصل على اجسام صلبه ذائبه في السائل، مفهوم؟ الان غادي نمروا الاطبق، الاطبق الموجوده بعد الملخص. اطبق، السؤال الاول، اذكر التقنيات التي تسمح بفصل جميع مكونات مشروب خليط عصير البرتقال والفواكه. اذا في هذه الصوره عندي عصير البرتقال والفواكه، عصير ديالاش ديال التشي والفواكه، باش نفصل المكونات ديال هذا العصير خصني مجموعه من التقنيات انني نديرها. اول حاجه غادي نبداو بالتقنيات اللي استعملناهم فصل خليط غير متجانس، مكونات خليط غير متجانس. استعملنا اولا التصفيق، ندير غنديروا التصفيق، التصفيق غادي يساهمنا باننا يفصلنا هذه المكونات، بحيث غادي يعطينا واحد المحلول او الجسم مصفق فيه اجسام عالقه. داكوغ، اجسام عالقه، داك الاجسام عالقه باش نزولها كندير الترشيح، يعني بورق الترشيح، الترشيح مفهوم، تخلص من الاجسام العالقه. ثم باش نزيد نفصل غادي ندير التبخر، التبخر والتكاثف، والتكاثف باش نحصل على ماء عاوتاني صالح للشرب، ماء عذب، مفهوم؟ يعني باش نفصل مثلا السكر على الماء، ولا نفصل الملح على الماء، الى غير ذلك، مفهوم؟ مرو الكيسيون دو، Je complète les phrases suivantes. غادي نكمل هاد الجمل هادو. Sous l'effet de la, l'eau se sépare du sel par ça. Sous l'effet de quoi, الماء غادي تفصل على الملح. يعني بفعل ماذا الماء غادي تفصل على الملح؟ بفعل الحرارة أو التسخين. داكوغ، temperature. درجة الحرارة. L'eau se sépare du sel par quoi? Par l'évaporation. Par évaporation. Évaporation اللي هي التبخر، التبخر باغ ليفابوراسيون، داكوغ، الماء غادي تفصل ليه على ايش؟ على لو سيل، على الملحة.
L'eau se transforme en شي حاجة alors que reste dans les bassins. Donc الماء كيتحول لين كيتحول البخار vapeur vapeur alors que le sel يعني الملح reste dans le bassin. بحال هنا هنا داكوغ هنايا شنو وقع؟ داك البخار طلع بفعل التسخين والملحة بقات في الإناء، مفهوم؟ بقات في الإناء. وهنايا كيعطيكم وكيبين لكم الصورة ديال كيفاش كيجبدوا داك الملح ديال الطعام، داكوغ؟ كيديروا دي باسان بحال هكا، وبفعل الحرارة ديال الشمس كيبقى يتفصل الماء على الملح، داكوغ؟ دونك وبهذا غادي نكون كملت الدرس ديال اليوم، فصل خليط متجانس ضمن الوحدة الثالثة الخلائط والذوبان. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم معايا، ترقبوا فيديو كيخص أنشطة التكوين والدعم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.